استحصل المصاب رأفت على تقرير طبي أولي ربطه مع الأوراق. تقرير طبي اللي هو يقول فاقد ميت سريريا من ناحية طبية. تم ضبط العجلة المرقبة كذا خصوصي من نوع جيلي حمراء. هاي منو موقع بالأخير بيها؟ هذا العفو، هذا يعني ضابط التحقيق المختص كان في مركز شرطة المأمون. شنو اسمه؟ الضابط علي عبد الحميد. نعم. الرائد علي عبد الحميد. نعم. خلص. هذا كاتب الحقيقة هسه؟ هاي مصعدها ومسير أقوال للبنية. هاي حقيقة هاي هسه اللي قريتها أنت؟ نعم هاي. نعم. من مركز شرطة. يعني سيادة الرائد كاتب الحقيقة؟ تمام لحد الآن مصعد هذا، بس كان أكو فتشي استاذ، أكو فتخرق صاير اللي هو الخرق بالقانون اللي ما حد يرضى به أي شريف بهاي الدولة. اللي هو المدعي بالحق الشخصي اللي هي والدة الرأفت اشتكت بنفس اليوم، الشكوى مالته ما صعدت للقاضي. الدليل جواب القاضي كان على هذا الكلام. نعم. ويا أقوال البنية. نعم. مدونين أقوالها طبعا البنية ذاكرة أنه هو عكس السير والدراجة الدعمة من الخلف، شلون عكس السير جايج هو الضربة من الخلف. نعم. ووحدة من الإفادات دراجة نارية، أكو يعني بالكلام اختلاف. المهم استاذ جواب القاضي يرجع التحقيق وفق أحكام القسم مادة 35 دونت أقوال المتهمة منار غسان ثابت قضائيا بحضور السيد قاضي مدعي العام والقاضي مهند حسين حامله مبلغ وقدر العفو ثلاثة تدون أقوال تعذر عن تدوين أقوال المصاب رأفت عبد الرضا عباس ومتابعة حالته الصحية. أربعة لما ورد بمحضر الكشف المخطط المرور عليه قرر توقيف المتهم رأفت عبد الرضا وفق أحكام القسم 35. نعم. من مادة المرور. نعم. أستاذ أنا القصد من هذا الكلام المفروض لو صاعد أقوال المدعي بالحق الشخصي كان القاضي يذكرها ثالث نقطة، يقول وتم تدوين أقوال المدعي بالحق الشخصي. حطيته محامي؟ أي نعم. حطيته محامي؟ نعم. نعم محامي فقط واحد؟ اي نعم. وشنو كان يعني هسه القضيه لوين وصلت؟ والله استاذ اولا اني المخطط المروري قمت عليه سويت طعن المخطط المروري وطلعت لجنه ثلاثيه وكان اللجنه قصرت اخويا 80% واني مو مقتنع بهذا الكلام، عدت العفو باللي صار لان ما شفته باللي يرضي الله. يعني اكو شغلات دا استعين بها اني ودا اسال من كبار ضباط المرور. نعم. اللي نعم. اذكر اسمه وبارك الله يعني معروف بنزاهته العميد عمار الخياط العفو اللواء المتقاعد اللواء عمار زين. نعم.